قولوا يا شباب بتعملوا هنا ايه؟ الاول عرفني بنفسك. محمد الخطيب سنه 5 هندسه، ويعني عمرو صاحبي، وقاعد معتصم معاه لان هو اتظلم ومستقبله في خطر. يعني انت معتصم هنا من امتى؟ من يوم الاربعاء. طب وايه اخر التطورات؟ اخر التطورات دلوقتي ان احنا ما زلنا معتصمين. الجامعه لسه بتتكلم بتقول ان هيعيدوا التحقيق، وبيحاولوا ان هم يتلاعبوا ويشوفوا يراجعوا ارائهم ويحاولوا يطلعوا من القضيه، بس القضيه هم خسرانينها. النهارده المحامي بتاع الجامعه طلب ان هو تاجيل تاني علشان يرجعوا ينظروا في القضيه، بس ما فيش تحقيق حصل مع عمرو، واحنا ان شاء الله القضيه في مصلحتنا. تعرفنا بنفسك؟ احمد هشام، طالب في الجامعة من المعتصمين، مانجمنت، ادارة اعمال. بس قول لي ايه اللي حصل النهاردة في المحكمة؟ النهاردة القاضي بدأ بان هو سأل يعني محامي الجامعة هو اللي بدأ، فسالوا كام سؤال. محامي الجامعه اللي جه النهارده غير بتاع المره اللي فاتت، المره اللي فاتت كان شوقي السيد راجل حزب وطني كده، النهارده ما جاش خوفا يعني من المواجهه. النهارده جه محامي صغير، فالقاضي بدأ بسؤال في لائحه الجامعه دي طالعه على قانون ايه؟ قال له يا فندم طالعه 2007 بقرار مش عارف ايه. قال له معاك اللائحه؟ قال له هجيبها لحضرتك المره الجايه. القاضي عنفه يعني، قال له ما جبتهاش المره دي ليه؟ وبعدين بدأ محامينا هو يتكلم في ان بيوضح للقاضي لان امبارح بالليل طلع قرار من الجامعه بتخفيف العقوبه على اللي كانوا موصلين نهائي لاسبوعين. فالقاضي كان وجهه نظره ان خلاص الموضوع انتهى، فكنا بنوصل له ان لا، هي العقوبه مستمره ولكن قلت، احنا عايزين اصلا الطعن، القضيه كانت طعن على العقوبه. فوضح للقاضي الكلام ده، وبعدين محامي الجامعه بدا يتكلم في ان عملنا مجلس تاديبي يوم الخميس اللي فات، وان هو المفروض ان هو خلص الموضوع يعني. فالقاضي قال له القرار الفصل كان طالع من مجلس تأديبي ولا من مجلس الأمنة؟ فالراجل قال له لا يا فندم من مجلس تأديبي ومصدق عليه من مجلس الأمنة. هما احنا بقى الشباب كان معاهم ورقة من المرة اللي فاتت مع المحامية ان القرار توتالي من مجلس التأديب. زنق المحامي يعني كام زنقة كده، أدت في الآخر ان هو المحامي واقف بقى مش عارف يتكلم، سكت، حتى بقى بيسأل، فضل واقف ساكت. قال طيب تؤجل الحكم آخر الجلسة. اللي احنا سمعناه دلوقتي يعني، بس مش متاكدين، ان هو قرر ياجل الحكم للحد الجاي لانه عايز يطلع على كام مذكره كده بتوع الجامعه. بس المفروض الحكم، بس هو يعني 95% ان شاء الله الحكم ليه. طيب انا كنت شايف دلوقتي امن الجامعه بيتحرك على البوابه هنا وبيركب حاجات، ممكن تقول لي ايه دي؟ هو الجامعه من فتره قصيره بدات انها تركب كاميرات في كل الجامعه بشكل هستيري، في كل المباني، في كل البيلدينجز، ازيد من اللي كان راكب اصلا. واحدة اتنين دول ركبوا جداد، القديمة دي كانت التالتة، النهاردة ركبوا واحدة جديدة. اتنين جداد دي جديدة، واحدة جوه واحدة بره، دي أربع كاميرات في واحدة. يعني we are under surveillance 24/7 يعني. ف مش معمولة عشان أمانكم؟ لا ما أعتقدش إن هو معمولة عشان أماننا، لأنه لما ناس بيتسرق منها حاجات جوه الأمن بيقول لهم لا الكاميرا ما شافتهاش. لكن سربرايزنجلي يعني بتلاقي الناس يعني في ناس من المرفوضين بعت لهم قرار رفض بدون ما يكونوا اصلا متواجدين، لمجرد ان هم بس كان يعني وشوشهم اتجابت من الكاميرا، او ناس يعني في تي اي اتجاب عشان وشه اتشاف في الكاميرا يعني. بس فموضوع سيرفيلنس مش اكتر. جامعه والطلبه انتصرت، الطلبه انتصرت، الطلبه انتصرت، جايين الليله نحط عليكم جامعه.